يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فلوق جديد في ايام رمضان. اول حاجه اللي غادي ندير، المهم انا راني معطله شويه، ربعه هادي ربعه قسمي عندي هنايا، جبت لاباط في يدي ندير منها بيتزا، وعندي هنايا الحوت الصر غادي نشرملو ونخليه يشرب الشرموله، وندوز نصايب لاصوص ديال البيتزا، وهذا ونشحر البصله وشامبينيون. دابا غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير هو غادي نشرمل هذا الحوت الصر، دابا غندخلو للفران. غادي ندير ليه تقريبا واحد نص حامضه، عندي هنايا اكثر من كيلو تقريبا ديال الصر، ندير ليه تقريبا واحد نص حامضه، عصير نص حامضه ثومه، غادي ندير ليه الملحه، المهم الملحه القياس لان راه ديجا عندي الحامض درت فيه الحامض، ندير غير شويه الثوم تاع الملحه، البزار وشويه د الكمون، وغادي نزيد لي زيرب دو بروفانس كيبقاو اختياريين، لي بغا يزيد يضيفهم يضيفهم. غادي نزيد هنايا واحد شويه باش يعطوني ديك النسمه ديال المعشوب، وخلاص تقدروا ديروا غير الزعتر، تقدروا ديروا الريحان، المهم على حسب اللي متوفر. صافي غادي نخلط هادشي كلشي مزيان، وغادي نخليه نحطو في الثلاجة تيشرب ليا الشرموله. ما غاديش ندي ليه الزيت لان الا درت الزيت ما تتخليهش يشرب الشرموله. صافي كي قلت لكم غندخلو في الثلاجة، وغادي ندوز دابا غادي نصايب البغرير. نبداو دابا في البغرير. اول حاجه هنايا عندي جوج كيسان ديال السميده رقيقه، نص كاس ديال الفورس، هنايا معلقه ديال الخميره فوريه، معلقه صغيره ديال سنيده وخماره حمراء، ملح، وثلاثه الكيسان ديال الماء دافي. الماء ما يكونش سخون، يكون دافي قريب للبروده، لان الا كان سخون غادي يخسر لينا هذا البغرير. صراحه هاد الطريقه غير جربوها كتجي ناجحه. هنايا في الخلاط الكهربائي غادي نديرو السميده، نضيفو لها الدقيق، شويه الملح، المهم على حسب، غادي نضيف الخمارات وسنيده، وغادي نضيف هذاك الماء اللي عندي، ونخلط الكل مزيان. كي قلت لكم جوج كيسان ديال السميده مع ثلاثه كيسان الماء دافي. صافي غادي ندير انا الكل يتخلط مزيان، نخليه يرتاح واحد 10 دقائق عاد غادي نبدا نطيب. هنايا في الفقره الخاصه بالقنوات الصغيره، هنايا هذه القناه اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم هي القناه ديال قمر وورد، ها هي كاتبه لكم. هاد السيده صراحه حتى هي عندها فيديوهات غزالين، تدير هذا القناه ديالها مختصه كدير بزاف لي روفي ديال لي برودوي، وكدير وصفات مطبخيه وكذلك وصفات طبيعيه. صراحه زوينه هاد لاشين هادي، حتى هي تبعوها كتستحق انكم تدخلوا عندها، وكنتمنى انكم تمشيو عندها وتابوناو وتقولوا لها بلي راكم من طرفي. المهم ندوزو نكملو شغلنا ونرجعو نتلاقاو من بعد. صافي البنات، انا كملت لاباط، عمرتها ودخلتها لاباط البيتزا، درتها بالباتفي تاع عمرت وحده كبيره ودخلتها، حيت مابقاش عندي الوقت، كنت معوله نديرهم صغار ولكن مشى الوقت. صافي لاباط لي شاطت ليا، درت بها هكا بيتزا موين 40، لان غدا عندي بزاف ما يتقضى، ما غاديش نسالي الفطور، كنقول غير اللي درت راه مزيان اللي نقصت عليا. وصافي صوبت لاصوص ديال غدا حتى هي بقات ليا، صوبت دابا شلاضه الروز، وهذه هي طبلتنا ديال اليوم. هذه بيتزا اللي درت بلاباط فويتي،
هذا عصير ديال الفريز بالحليب، في الخوخ، سلطة ديال الروز درت فيها كيف قلت لكم البيض، كاشير، الفرماج حمار، المايس، الطون، وخيزو محكوك. هذا الصول درتو في الفران، نسيت ما قلت لكم ملي كنبغيو ندخلوه في الفران ديك الساعات كنديروا ليه شويه كنخويو عليه خطيطه ديال زيت الزيتون عاد كندخلوه للفران. وهذا البغرير ديالنا، وكانت هذه هي طبلتنا ديال اليوم، وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله مورا الفطور نكملو. المهم ساليت كلشي روينه، دابا غادي ندوز مع هاد الايام ديال الصهد. وتم راه الفران العرق يوميا ندوش، صافي كنحسب وجهي طايب. غادي ندوز دابا ندير واحد الماسك ديال الخيار، غير نحك الخيار ونديرو على وجهي. صافي هو الخيار مني حكيتو، دابا نمشي نطالع على وجهي وغادي ندير الرسوان ديالي، راه ديجا بارطاجيتو معكم. وهنايا غادي نسد البلوك وغنقول لكم تهلاو في راسكم حتى لغدا ان شاء الله. سلامه.